أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مسار السوق، نناقش فيها الكثير من التطورات لا سيما الإقليمية وتأثيراتها على معظم الأسواق الخليجية. معكم هاني نصر والزميلة نهى علي. مرحبا نهى. أهلا بك يا هاني، وأهلا من جديد بمشاهدينا. فيما يتعلق أيضا بالاتفاق النووي مع المجموعة 5+1، هذا الاتفاق كيف سيكون انعكاساته على الأسواق؟ وأيضا سوف يرافقنا في هذه الجولة السيد سليم خوخار، رئيس إدارة الصناديق الأسهم لدى بنك أبوظبي الوطني. أهلا بك سيد خوخار. ولكن لننتقل إلى العناوين، عناوين المسار لهذا اليوم. رغم تراجع النفط متأثرا باتفاق تاريخي حول الملف النووي الإيراني، معظم الأسواق الخليجية تنهي جلستها بالأخضر وتحافظ على مكاسبها. في نتائج المصارف القطرية، أرباح قطر الإسلامي ترتفع ب 27% في الربع الثاني لتفوق توقعات المحللين، ونمو أرباح الريان النصفية إلى 998 مليون ريال. شركة تابعة للاتحاد العقاري تستهدف التوسع في السعودية وقطر ومصر بعقود إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم إماراتي. والأرباح النصف سنوية لبنك مسقط ترتفع ب 4% إلى حوالي 90 مليون ريال. إذن مشاهدينا، اللون الأخضر كان مسيطرا على معظم الأسواق الخليجية في هذه الجلسة. لنلقي نظرة كيف أغلقت هذه الأسواق. لاحظوا سوق دبي أغلق على استقرار مائل بشكل طفيف إلى المنطقة الحمراء، يعني أقل من نصف النقطة من التراجعات بالرغم من البداية الخضراء. وعلى وقع الاتفاق شهدنا طبعا ارتفاع في المؤشر بحوالي 19 النقطة المئوية، لكن عاد لاحقا إلى ينهي هذه الجلسة متراجعا نصف النقطة عند 4250 نقطة. بالنسبة لمؤشر العاصمة أبو ظبي أغلق على ارتفاع ب 14 النقطة المئوية عند 4776. المؤشرات الكويتية جلسة أخرى من الارتفاعات، لاحظوا الكويت السعري ارتفاع ب 16 النقطة المئوية، نصف النقطة المئوية على الوزن، وأيضا ارتفاعات على الكويت 15 ب 16 النقطة المئوية. رأينا ارتفاعات على عدد من الأسهم القيادية في هذه الجلسة. البورصة القطرية تمكنت من إغلاق جلسة يوم الثلاثاء مرتفعة بعشري النقطة المئوية، وكانت الارتفاعات الأقوى في الأسواق الخليجية في هذه الجلسة لسوق مسقط متأثرة بالقطاع البنكي الذي ارتفع قرابة 2% في هذه الجلسة. المؤشر أنهى الجلسة مرتفعا ب تقريبا 19 النقطة المئوية. حتى سوق البحرين أصغر الأسواق الخليجية أغلق الجلسة على ارتفاعات عند مستوى 1335 نقطة. إذن كما ذكرنا اللون الأخضر كان مسيطر على هذه الأسواق وإن كانت الارتفاعات ليست بهذه القوة. ماذا عن أحجام وقيم التداولات في دبي؟ أكثر من 400 مليون سهم تم التداول عليها. تراجع في أبوظبي إلى 151 مليون سهم، إلى حد ما بعد التحسن في السوق الكويتي، لكن مسقط وقطر تبقى، لاحظوا قطر مشاهدينا فقط 3 ملايين سهم تم التداول عليها في هذه الجلسة، مسقط حوالي 25 مليون سهم. ماذا عن قيم التداولات؟ وأتحدث بالدولار الأمريكي، دبي فقط 127 مليون دولار قيم التداولات في هذه الجلسة. لاحظوا بقية الأسواق 52 مليون بالنسبة لأبوظبي، 32 مليون دولار بالنسبة للكويت، 14 مليون دولار فقط لمسقط. ولاحظوا هذه السيولة المتدنية جدا بالنسبة للسوق القطري، فقط 37 مليون دولار قيم التداولات. إذن اليوم صحيح هناك لون أخضر مشترك إلى حد ما، لكن الاشتراك الآخر بين الأسواق، هناك ضعف في السيولة شهدناه على الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الثلاثاء. وارتفع
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة ديار للتطوير العقاري خلال الربع الثاني من العام بنسبة 37% على أساس سنوي، ووصلت المبالغ إلى 85 مليون ونصف المليون درهم. كما نمت أرباح الشركة في النصف الأول بحدود 23% ووصلت أو اقتربت المبالغ من 141 مليون درهم مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ربحية السهم في النصف الأول من العام وصلت إلى حدود 2.4. أيضا مع بعض الأخبار في السوق الإماراتي نهى، حيث أعلنت شركة ثيرمو ومقرها دبي، وهي طبعا إحدى شركات الاتحاد العقارية في الإمارات، أعلنت أنها تستهدف الدخول في توسعات جديدة في أسواق الإمارات، السعودية، قطر وحتى مصر أيضا خلال العامين القادمين. المدير التنفيذي للشركة عبد الحميد مقيد أكد أن إجمالي عقود المشروعات المستهدف تنفيذها خلال عامي 2016-2017 تتراوح بين 2.5 مليار و 3.5 مليار درهم إماراتي، يعني توسعات جديدة لهذه الشركة. نعم، ونعود الترحيب بالسيد سليم خخار رئيس إدارة الصناديق والأسهم لدى بنك أبوظبي الوطني. مرحبا بك سيد خخار. طبعا لنبدأ من الحدث الأبرز، الحدث السياسي والعالمي مع إيران، اتفاق الإيراني، كيف سيكون انعكاساته في السوق؟ كيف رأيت أيضا ردود الفعل في الأسواق الخليجية لهذا الأمر؟ Yes, indeed. I suppose we started off with a أعتقد أننا بدأنا بانخفاض أسعار النفط على خلفية هذا الاتفاق، ومن المهم أن ندرك بأنه سوف يكون لدينا تحول في ديناميكية النفط في المنطقة، وأيضا من المهم أن ندرك أن هذا الأمر يستغرق وقتا، فآبار النفط الإيرانية والبنية التحتية هناك سوف تحتاج إلى الكثير من الجهود والعمل لكي تعود إلى المستويات التي تسمح لها بضخ النفط بطريقة مفيدة لتزيد إنتاجها عن المستويات الحالية. إذن هناك حاجة إلى الاستثمارات في هذا القطاع، ونحتاج إلى 6 أشهر إلى سنة على الأقل قبل أن نصل إلى نقطة يبدأ فيها الأمر بالتأثير بشكل مهم. هناك نفط مخزن في البحر أو في سفن في البحر، وهذه الملايين 30 من البراميل قد تدخل إلى السوق، ولكن المهم أن ندرك أن الأمر لا يقتصر على المنطقة وإنما هناك العالم الأوسع. فإذا نظرنا إلى الوضع في أمريكا وكندا وتأثير انخفاض سعر النفط، فهذا الأمر يشكل ضغطا أكبر على منتجي النفط الصخري الذين ينتجون بتكلفة أعلى، وبالتالي ديناميكيات سوق النفط سوف تتغير بشكل واضح، وبعض المنتجين سوف يتوقفون عن الإنتاج، وهناك من يزيد قدراته الإنتاجية حاليا مثل السعودية التي تزيد إنتاجها لتحافظ على حصتها السوقية. سوف يكون هناك عملية إعادة التوازن، ولكن بالإجمال وعلى المدى البعيد الاتفاق الإيراني إيجابي للمنطقة، وتبعات هذه الصفقة على الاقتصاد سوف يعزز التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجمل. تحدثت عن أن الاتفاق قد يكون إيجابي بالنسبة لأسواق المنطقة، إلى أي حد هو فعلا إيجابي؟ يعني البعض يرى أن هذا الاتفاق قد ينعكس بشكل أو بآخر على بعض القطاعات في الأسواق الخليجية بشكل سلبي، أين هي الإيجابية تكمن؟ إذا نظرت إلى القطاعات التي سوف تتأثر بشكل سلبي، نحن نتحدث عن البتروكيماويات وإنتاج النفط والغاز، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، فأنت تحتاج إلى 2-3 سنوات لإنشاء معمل للبتروكيماويات. إذا هناك بنية تحتية بحاجة إلى تطوير في إيران، وحاليا هم غير مستعدين للمنافسة، ولكن على المدى البعيد بكل تأكيد سيكون هناك تأثير، وهناك منتجين ذوي تكلفة مرتفعة خارج المنطقة مثلا في أوروبا وأمريكا، فكيف سينافسون وكيف يمكن مقارنتهم مع الشرق الأوسط حيث هناك ميزة تنافسية؟ إذن الأمر لا يقتصر على المنافسة ضمن المنطقة، وإنما نتحدث عن منافسة عالمية هنا. نعم، بكل تأكيد سوف يكون هناك منافسة أكبر، لكن من سيتأثر بشكل كبير؟ الأمر لن يؤثر ربما على المنطقة، وإنما قد يؤثر على المنتجين الدوليين، و
أنت هنا تعزز حضورك في هذا المجال. إذا هناك إيجابيات وهناك أمور سلبية قد نراها على المدى القصير من خلال التراجع في الربحية نتيجة المنافسة، لكن بالإجمال أعتقد أن الأمر إيجابي لأنه سوف يعزز التركيز على المنطقة والتي سوف تنمو في عدد من القطاعات فيها. يعني كما ذكرت واضح أن لدينا بعض الوقت حتى تنتعش أيضا صناعة البتروكيماويات الإيرانية، لكن ماذا عن البتروكيماويات الخليجية وخصوصا مع تطور مستويات النمو السلبية يعني وحتى الأرقام السلبية التي تأتينا من الصين؟ هل برأيك هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار؟ هل سنرى إلى حد ما نوع من التراجع في أسعار هذه المنتجات؟ رأينا تراجعا في أسعار البتروكيماويات نتيجة تراجع أسعار النفط على مستوى العالم، إذن هذا أمر عالمي. وكما قلت في آسيا وفي الصين تحديدا كان هناك تراجع في الطلب، وهذا الأمر يؤثر علينا وهو تأثير إيجاب تأثير مهم عفوا. طبعا حاليا الأسهم في حالة قيمة عادلة، رأينا سهم سابق يحفظ بالحد الأقصى. إذا التقويمات إذا أخذنا بعين الاعتبار إخفاض أسعار النفط التقويمات عادلة، وبالنسبة لأرباح الربع الثاني في القطاع الكيماوي يجب أن تكون جيدة وهي متوافقة مع التوقعات، والتأثير الكبير سوف نراه في الربع الثالث حيث سوف نرى انخفاض أسعار النفط وانخفاض أسعار البتروكيماويات سوف تأكل من الأرباح. إذا الوضع حاليا جيد والتقويمات جيدة، لكن لنراقب كيف سوف تتطور الأمور في الربع المقبل وأن ندرك بأن إيران سوف تحتاج إلى وقت لكي يظهر تأثير الصفقة الإيرانية علينا. طيب نحتاج إلى بعض الوقت، هل نبرر اليوم هذا التفاعل العادي إلى حد ما يمكن للأسواق الخليجية مع اتفاقية إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد؟ رد الفعل الذي رأيناه في الأسواق كان إيجابيا نوعا ما في الإمارات وفي الخليج. في الإمارات هذه قصة لها وقع خاص، هناك علاقات تجارية تربطها مع إيران، والصفقة الإيرانية إيجابية للإمارات على المدى البعيد، ولا سيما بعض القطاعات مثل التجارة واللوجستية سوف تؤدي أداء جيدا وسوف تستفيد مثل موانئ دبي العالمية. إذن سوف يكون هناك منافسة أكبر، وبالإجمال هذا الأمر إيجابي بالنسبة لإيران، فالاقتصاد في دبي منوع في جميع الأحوال، وبالتالي لن يتأثر سلبا نتيجة دخول النفط الإيراني مباشرة للأسواق. الوضع في أبوظبي يختلف قليلا، لكنهم سيكونون قادرين بالإجمال على التأقلم. أما في السعودية سوف يكون هناك منافسة أكبر معها، هل هذا يعني بأنهم سوف يغيرون طريقة عملهم أو سوف يحاولون زيادة التنافسية؟ أعتقد أنهم سوف يفعلون ذلك، سوف يركزون على زيادة تنافسيتهم. وإذا نظرنا إلى المنطقة بمجملها مع وجود إيران فيها، فهناك ارتباط جيد في السلسلة، وبالنسبة للمستثمرين الدوليين تصبح المنطقة أكثر جاذبية مقارنة مع الوضع الحالي. هل هذا يعني بأن هناك استثمارات ستخرج من إمارات أو السعودية إلى إيران؟ لا أعتقد أن ذلك سيحصل، وإنما سوف يكون هناك تركيز أكبر على المنطقة وسوف تكون هناك استثمارات أكبر سوف تأتي إلى هنا. وبالنسبة لإيران مع رفع العقوبات ومع انفتاح الأسواق، فربما يتم اللعب من خلال صناديق خاصة بإيران أكثر من صناديق شرق أوسطية، وبالتالي سوف يحصل المزيد من الاهتمام من قبل مدراء الصناديق على كيفية الدخول إلى الصناديق الإيرانية والأسهم المدرجة في إيران. سوف نكون أيضا مع الاستثمارات الأجنبية خصوصا بعد عطلة العيد، أي القطاعات يمكن أن تفضل في هذه المرحلة بعد أيضا أن كان يعني هي حاليا متسلحة بأكثر من خبر حول القضية اليونانية وأيضا الاتفاق الإيراني؟ ونذهب مشاهدينا إلى فاصل قصير وبعده نكمل هذا الحوار مع السيد سليم خوخار.
مرحبا من جديد. نذهب نهى إلى بعض نتائج القطاع البنكي في قطر، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 27% على أساس سنوي، لتصل إلى 494 مليون ريال و700 ألف، متجاوزة التوقعات بارتفاع أرباح البنك فقط إلى 427 مليون و200 ألف ريال. وأيضا نمت أرباح البنك في النصف الأول من هذا العام نسبة النمو تجاوزت 23% لتصل المبالغ إلى 895 مليون ريال مقارنة بذات الفترة من العام 2014. وكان هناك صدارة لهذا السهم في جلسة تداولات يوم الثلاثاء ضمن الأكثر ارتفاعا في السوق، تفاعل كان واضحا مع هذه النتائج التي فاقت التوقعات. على خلاف مصرف الريان الذي أيضا ارتفعت أرباح هذا المصرف المدرج بالبورصة القطرية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وصلت إلى 487 مليون و200 ألف ريال. كما نمت أرباح المصرف خلال النصف الأول بعشرة في المئة واقتربت المبالغ من المليار ريال مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ووصلت ربحية السهم إلى الريال و33 درهما. نعود إلى ضيفنا الأستاذ سليم خخار رئيس إدارة الصناديق والأسهم لدى بنك أبوظبي الوطني. سيد خخار، برجع للبورصة القطرية، كيف رأيت تفاعلها مع الاتفاق النووي الإيراني؟ الوضع مشابه لبقية أنحاء المنطقة تجاه الصفقة، فهم يتأثرون بذات الطريقة. قطر لديها الكثير من الغاز الطبيعي المسال ولديها الفولاذ جزء من صناعات قطر، وبالتالي هي تتأثر بذات الدرجة. أما الأداء في قطر منذ بداية العام فقد كان مخيبا للأمان مقارنة مع الأسواق الأخرى، وهذا لا يعكس الأساسيات في هذا البلد. فإذا ما نظرنا إلى مشاريع البنية التحتية المقبلة هي كبيرة جدا، ولكن السوق بحد ذاتها كانت ضعيفة مقارنة مع الوضع في السعودية ودولة الإمارات، وبالتالي احتمال لحاق قطر بهم قائم. الأساسيات قوية لكن هي متأخرة حاليا لأسباب غير معلومة، وأنا أشعر بخيبة الأمل، لكن هذا لا يعني بأنهم في بقية العام لن يلحقوا بالركب، و طبعا التقويمات أكثر بقليل مقارنة مع الإمارات، لكن إذا نظرنا إلى احتمال نمو الاقتصاد فالآفاق جيدة. إذا نحن أمام مفاجأة نوعا ما، لكن دعونا ننتظر النصف الثاني في قطر لنرى كيف سيكون. وأعود إلى السؤال الذي كان قبل الفاصل فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، السيولة الأجنبية، كيف يمكن أن تتصرف مع هذه المنطقة خصوصا أن هناك انزياح إلى حد ما لمتاعب الملف اليوناني بالدرجة الأولى، وأيضا هذا الاتفاق الإيراني، هل ستتحرض هذه السيولة لتدخل بقوة في المنطقة؟ هذا سؤال وجيه جدا. الوضع اليوناني كان مثيرا للاضطراب منذ فترة. الآن وبما أننا رأينا شيئا من الصفقة التي تم التوصل إليها، لا زال هناك قضايا عالقة يجب التعامل معها، لكن المسألة الكبرى تم التعامل معها ونحن نمضي قدما بطريقة أكثر استقرارا. المستثمرون بحاجة إلى الثقة والاستقرار قبل أن يستثمروا في الأصول ذات المخاطر العالية. نحن طبعا عادة نشهد تقلبات أكبر مقارنة مع العالم وهناك خطورة أعلى، وبالتالي ومع الوضع الإيراني حاليا نجد أن التركيز أكبر على طريقة الدخول إلى هذا البلد وكيف يمكن دخول مشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط، لكن هذا لا يعني بأنهم لن ينظروا إلى المنطقة برمتها. هناك أيضا مشاريع بنية تحتية مطلوبة في السعودية، وبالتالي هذا الأمر يعزز موقع المنطقة على رادار الاستثمارات العالمية، والتطورات الحاصلة في إيران وفي اليونان تعتبر مفيدة في هذا الصدد. دعني أنتقل الآن إلى العوامل الداخلية للأسواق الخليجية. تحدثنا عن العامل الإيراني واليوناني، كيف تعاملت مع هذه الأسواق وكيف تأثيرها على مستويات السيولة؟ أذهب إلى العوامل الداخلية، نتائج الشركات للربع الثاني سواء في عمان أو في قطر أو حتى الآن حاليا في دبي، كيف يمكن أن نعطي نظرة عن هذه النتائج؟
بالنسبة للنظرة إلى نتائج الربع الثاني يجب أن تكون متوافقة مع التوقعات وإيجابية. لن نرى مفاجآت أو صدمات كبيرة في نتائج الربع الثاني. أعتقد أنها سوف تكون جيدة بالإجمال ولا أشعر بالقلق تجاهها. لكن ما يقلقني وتحديدا هو في البتروكيماويات في الربع الثالث الذي سيصدر في سبتمبر. ولكن بالإجمال رأينا ضعفا في أسعار البتروكيماويات وهذا سوف يقود إلى تأثير على الأرقام. لا زال من المبكر والأمور قد تتغير، لكن بناء على ما رأيناه حتى الآن وطريقة تحركات أسعار البتروكيماويات فالأرباح سوف تنخفض ربما، وسوف نجد تراجعا في التوقعات في هذا القطاع بأكمله. ولكن بالإجمال البنوك وقطاع الاتصالات يجب أن تكون في وضع جيد، وبتحديدا بالنسبة للسوق العمانية لدينا بعض الأخبار صحيح. التي قدمت من عمان. تراجعت الأرباح الصافية لبنك مسقط في الربع الثاني، نسبة التراجع كانت بحدود 0.2% على الأساس سنوي، المبالغ 46.5 مليون ريال، وتجاوزت توقعات المحللين، لكن ارتفعت الأرباح النصفية بحدود 4% إلى الحدود 90 مليون ريال عماني. نعود إلى عمان، يعني قالوا أن الاقتصاد العماني وأيضا البحريني سيكون الأكثر تأثرا بالنسبة لتراجع النفط، هل ما نزال عند هذا التصور بعد توقيع الاتفاق وبشكل مختصر؟ أعتقد أن هذه النظرة لا تزال قائمة، فهذه الاقتصادات هذان الاقتصادان وضعهما مختلف عن وضع الكويت والإمارات، وهم الأكثر تأثرا بتراجع أسعار النفط، ونحن بحاجة إلى مراقبة هذين الاقتصادين بشكل وثيق دائما. نعم، السيد سليم خخار رئيس إدارة الصناديق والأسهم لدى بنك أبو ظبي الوطني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أخبار السوق في عمان، حيث ارتفعت الأرباح الصافية للبنك الوطني العماني بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 28 مليون ريال عماني، طبعا مقارنة مع 23 مليون ريال في الفترة المقابلة. أيضا ارتفعت أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 21% لتبلغ 15 مليون و400 ألف ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ونبقى أيضا مع القطاع المصرفي العماني، ارتفاع أرباح بنك ظفار العماني في النصف الأول بنسبة تفوق 10% على أساس سنوي لتتجاوز الأرباح 22 مليون ريال عماني. أيضا ارتفعت أرباح البنك في الربع الثاني بنسبة 5% على أساس سنوي إلى حدود قريبة من 11 مليون ريال عماني. هذا فيما يتعلق ببنك ظفار وتداولاته لجلسة الثلاثاء الذي أشار بها إلى ارتفاع بثلاث أرباع النقطة المئوية. على كل كان القطاع المصرفي قد دعم المؤشر في تلك الجلسة. العديد من نتائج الشركات نهى في السوق العماني هذه المرة، طبعا صلالة للمياه والكهرباء انخفضت الأرباح الصافية لهذه الشركة خلال الربع الثاني من العام 2015 بنسبة 14% على أساس سنوي، وصلت إلى 4.6 مليون ريال، لكن تراجعت أرباح الشركة في النصف الأول ب7% لتصل إلى 7.3 مليون ريال مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ربحية السهم 77 بيسة. ونهاية إذن هذا فيما يتعلق بوضع السهم، وخصوصا يعني باعتبار أنها شركة حيوية يعني خصوصا صحيح. أيضا بقطاع حيوي في السوق. أيضا في عمان ريزوت للإسمنت هذه الشركة المندرجة في السوق العماني تراجعت أرباحها الصافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 4.9 مليون ريال، وكان هناك انخفاض في النصف الثاني من العام بحدود 30 في النصف الأول من هذا العام إلى حدود 11 مليون ريال، ووصلنا إلى أرباح لكل سهم بحدود 55 بيسة. ماذا عن البحرين أيضا مشاهدينا وأخبار هذا السوق، حيث استحوذ بنك إنفست كورب المدرج في البورصة البحرينية على حصة الأغلبية في شركة خدمات منع التآكل NDT، وهي أكبر مزود خدمات اختبارات صلاحية المعدات الصناعية وجودتها بالتحديد في المملكة. طبعا يمثل امتلاك حصة الأغلبية في هذه الشركة خامس عملية استحواذ ينفذها إنفست كورب في السعودية
بعد كل من شركة لجام للرياضة وشركة ذيب لتأجير السيارات وشركة اليسر للمقاولات الصناعية ولازوردي للمشغلات الذهبية. لكن نتائج أقل في السوق الكويتية، وفيما يتعلق بنتائج الأعمال للشركة الكويتية لمواد البناء، تراجعت الأرباح الصافية لهذه الشركة في الربع الثاني من هذا العام بنسبة تفوق قليلا عن 37% إلى مبلغ 137,000 دينار، ولكن انخفضت أرباحها النصف سنوية بحدود تتجاوز 17% لتصل المبالغ إلى 288,000 دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. سبب التراجع في الأرباح يعود إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الأولية. أيضا تحولت شركة تجارة الاستثمار العقاري خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى الربحية، لتصل إلى حوالي 400,000 دينار كويتي مقارنة بالخسائر التي تكبدتها الشركة بنفس الفترة من العام 2014. أيضا الشركة حققت خلال النصف الأول من هذا العام أرباحا قدرها 477,800 دينار كويتي مقارنة بخسائر قدرها 155,000 دينار كويتي بالفترة نفسها من العام الماضي. ألفات صغيرة. نعم، ويعني وحتى النتائج متواضعة جاءت من الكويت، لكن الجرعة كانت قوية من السوق العمانية وملفتة في يوم الثلاثاء. وانتهت فقرات مسار السوق لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء مشاهدينا. إلى اللقاء.